مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير المفروك الفخمة. مثل ما شايفين شكلها عن جد كتير فخامة هيدا الحلو، وبتبيض الوجه للضيوف. بدنا نعملها مع بعض بطريقة كتير سهلة ومبسطة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط كوب سميد ناعم، سميد ناعم أو خشن ما في أي مشكلة، أنا متوفر عندي الناعم، استعملت الناعم. ضل حركم بهيدا الشكل ليصير عنا السميد لونه بني. بس اخدوا هيدا اللون البني الخفيف، هلا اضيف عليهم ملعقة طعام سمنة وملعقتين طعام زبدة. هيدي ملعقة طعام سمنة، وهلا احط الزبدة. حطينا ملعقة طعام سمنة وملعقتين طعام زبدة. هلا بحط كمان فوقهم 3/4 الكوب سكر. حركهم. حرك بهيدي الطريقة ليدوب عنا السكر. بس داب السكر عنا وصاروا بهيدا الشكل، بتحسوهن صاروا ناعمين بس داب السكر. هلا بضيف كوب مي. بسم خفف الغاز، خففت الغاز على درجة حرارة 3. عند الغاز على درجة حرارة 6 أعلى شيء، حطيته على 3. بنحاول نشتغل بالعجينة بسرعة عشان ما تكتل معنا بهيدي الطريقة مثل ما أنا عم بعملها. شايفين كيف؟ حركتها حوالي دقيقة تقريبا. هلا داب عنا السوائل منها، هلا بدنا نحطها بصحن. هي وسخن العجينة بنمدها بقلب الصحن. بس مدينا العجينة بالصحن بهيدا الشكل، هلا بحطها على جنب لتبرد. بس بردت عنا العجينة، هون عندي حوالي ملعقتين طعام مزهر، بعملها بهيدي الطريقة. مزهر بيعطي مثل ما بتعرفوا كتير نكهة طيبة للحلويات. استعملت حوالي ملعقة طعام بس مزهر. كمان عندي قشطة، هيدي القشطة كنت عمليتها امبارح وحطيتها بالبراد مجهزيتها. مثل ما بتعرفوا فيكن تعملوا كمية قشطة وتحطوها بالبراد، بس بدكن تعملوا حلو بتلاقوها جاهزة. طريقة القشطة كمان راح احطلكن اياها بالرابط. المكسرات فيكن تحطوا الموجود عندكن. انا راح احط هلا لوز. كاجو كمان هولي قليتن سمنه وزيت، حطيت شوي سمنه ليعطي نكهه سمنه. مثل ما بتعرفوا السمنه بتعطي نكهه كتير حلو. اذا بدكن تقلوهم بزيت بس ما في اي مشكله. صنوبر، اخر شي راح اضيف شوية فستق حلبي.
فيكن تاكلوا المفروكة مثل ما أنا عملتها، وإذا بتحبوا الحلو زيادة قبل التقديم بتحطوا عليها قطر. هيدي المفروكة اللي عملتها أنا وياكن، حلو مثل ما شايفين، ما بدها حكي، كتير فخامة وكتير طيبة، طعمة مثل الشكل. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكن، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.